الحقيقة المعرض السنة دي مختلف عن كل مرة، وطبعا تشريف سيادة الرئيس للمعرض بيعطي ثقل كامل لصناعة الغاز الطبيعي والبترول المصرية وفي الاقتصاد المصري. والحقيقة في ظل الظروف القهرية اللي بتمر بها الشرق الأوسط، كل دول العالم بتتجه وأنظرها للقاهرة في هذا الحدث الرائع اللي دايما سيادة الرئيس بيوليه أهمية كبرى، وإن احنا فخورين إن سيادة الرئيس معانا النهاردة وبيشرفنا. احنا شركة إطفاء حريق وسلامة، النشاط بتاعنا عندنا جزء تصنيع، عندنا 3 مصانع موجودين في أمريكا، موجودين في السعودية، وموجودين في كوريا الجنوبية، وعندنا جزء وكالات. احنا النهاردة عارضين مع 5 من الوكلاء بتوعنا. أول وكالة هم JCI Johnson Controls، دول تحتها تايكو، أنسول، سابوس كوم. في تاني وكيل AVK، دي شركة في السعودية، شركة أصلها دنماركي. وفي عندنا إلكارد بروس، شركة في USA، وفي عندنا MSA، شركة سيفتي. الشركه بتاعتنا طبعا هي بتعمل اللو كاربون، ان احنا بنعمل تكسير هيدروجين للمازوت اللي طالع من شركه اسيوط تكرير البترول، او اللي هو طالع من معامل التكرير اللي ما عندهاش اللي هي الريفاينر، اللي ما عندهاش تكنولوجيا حديثه، اللي بناخد المازوت وبعد كده بنكرره ونطلع منه سولار وبنقلل الانبعاثات، وفي الاخر بيطلع منه مستخلصات اللي هي فحم الكوك والكبريت، وبنعمل الكبريت برضو سلفر سوليفيكيشن اللي بيدخل في مصانع الاسمده. فبالتالي الصناعه بتاعتنا كلها بنحاول نقلل اللو كاربون، بنحاول نحرق المازوت، والمنتجات السنوية بتاعته برضو بتستخدم في صناعات، يعني زي الكبريت بيستخدم في صناعة الأسمدة، وفحم الكوك بيستخدم في صناعة الأسمنت اللي هو الفلودايزد بيت بتاعت الأفرام بتاعت الأسمنت، بدل ما تحرق بلمؤاخذة يعني كانوا بيحرقوا بزبالة أو بيحرقوا بقش أو بيحرقوا كده، ده بيقلل اللو كاربون بتاعنا. طبعا معرض إيجيبس هو من المعارض الكبيرة اللي ليها علاقة بالأويل أند جاز، مش بس في مصر، في الميدل إيست كلها وفي أفريقيا كمان. إحنا المعرض مهم بالنسبة لنا، بقالنا أكتر من سنة بنفكر إن إحنا ننزل في المعرض، بس كل السنة اللي فاتت أصرينا على إدارة الشركة وقلنا لهم لا إحنا لازم ننزل. المعرض ده فيه أوبورتيونيتيز كتيرة، بنعرف الزباين بتوعنا والعملاء سواء في قطاع النفط أو قطاع الغاز إيه الجديد في إيه التكنولوجيات الجديده في انظمه الحريق، ايه التكنولوجيا الجديده في السيفتي، ازاي نقدر نساعد الناس عشان نحمي، احنا فاير فايتنج وسيفتي كمباني، فايه نقدر نساعد الناس عشان نحافظ على الارواح، وده الهدف بتاعنا والهدف بتاع الشركه بتاعتنا بالاساس.